ما حكم الإسلام في زيارة القبور والذبح لها، وهل تؤكل ذبيحتها؟ جزاكم الله خيرا. زيارة القبور تنقسم إلى قسمين، زيارة شرعية مستحبة وزيارة بدعية محرمة. زيارة السنية المستحبة أن يزور القبور بقصد الاعتبار والاتعاظ والسلام على الأموات إذا كانوا مسلمين والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ففيها مصلحة للميت بالدعاء له والسلام عليه، ومصلحة للحي بالاعتبار والاتعاظ وحصول الأجر والثواب في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، وفي رواية: وتزهد الدنيا. هذه الزيارة مشروعة، وأما الزيارة الممنوعة والمحرمة فهي التي يقصد بها التبرك بتربة الأموات الدعاء عندهم أو الدعاء بهم أو الدعاء عند قبورهم أو أشد من ذلك دعاؤهم والاستغاثة بهم، وهذا شرك أكبر، والذبح لهم شرك أكبر، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تجوز إلا لغير الله، كذلك الذبح، لأن الله قرن النحر مع الصلاة. كما أن الصلاة لا تجوز لغير الله، وإنما هي عبادة خاصة لله سبحانه وتعالى، فكذلك الذبح لا يجوز لغير الله، فمن صلى لغير الله فهو مشرك، كذلك من ذبح لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقصد النسك وهو الذبح مع الصلاة، وأفرده لله رب العالمين، وتبرأ من الشرك في ذلك، فدل على أن الذبح عبادة عظيمة. وفي السنة يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح للقبور شرك أكبر يخرج من المله، وكذلك الاستغاثة بهم ودعاؤهم من دون الله هذا شرك أكبر، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العباد، فمن دعا غير الله فقد كفر وأشرك، الشرك الأكبر المخرج من المله. وأما الدعاء بهم يعني التوسل بهم أو الدعاء عند قبورهم فهذا يعتبر بدعة محرمة، لأنه وسيلة إلى الشرك، بدعة وسيلة إلى الشرك. الحاصل أن هذه الزيارة التي تشتمل على هذه المحاليل زيارة بدعية شركية محرمة. نعم.